بداية الحرب اضطريت اني نسيب قرايتي اني باش نساعد ماليا ونساعد اخوتي الصغار في قرايتهم باش يكملوا. اضطريت هذا كله قعدت نخدم هنا في قهوة نوستالجيا في منطقة تجورة، عندي عائلة نازحين من خلة فرجان قاعدين حاليا في منطقة القرابولي في تريلات، والظروف اجبرتني اني سيب قرايتي سيب مستقبلي كله على خاطر مالية واخوتي الصغار باش يكملوا قرايتهم، اني مستقبل افضل اني باش نقعد نخدم هنا باش نساعد مالية. لا انا كذلك نبات هنا، عندي حتى بطانيتي ومخدتي هنا ونص الصالونات في بعضهم ونبات هنا. نطلب من المسؤولين ان يروفوا لحالنا شوية، ينظروا لنا حتى نظرة ان شبابين ان اطفال قصدي قاعدين في مكان مش صحي بكل، ان ناس غادي قاعدين في مكان غير صحي بكل، وانتو كنا ريتو في المقطع اللي فات شبحتوا بعيونكم كيف تريلات قاعدين فيهم.